السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال نشرته صحيفة الزمان العراقية للكاتب صلاح الربيعي بعنوان الفقراء بين مطرقة الدولار وسندان الفشل. منذ فترة طويلة والحكومة عاجزة عن وضع حل لكارثة ارتفاع سعر الدولار أمام قيمة الدينار العراقي الذي دمر شريحة الفقراء من العراقيين وجعلهم بوضع اقتصادي ينذر بالخطر بعد ارتفاع متصاعد بأسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية والأساسية التي تهم المواطن العراقي بكل شرائحه المختلفة. يقابل ذلك حلول ترقيعية مخجلة فاشلة يقدمها البنك المركزي العراقي بين الحين والآخر ليذر الرماد في عيون العراقيين، والتي لم تضع حدا لهذه الفوضى المالية والاقتصادية المتردية التي خيمت على العراق بسبب الفساد وجهل الكثير من المسؤولين الفاسدين الذين تولوا المناصب وفقا للمحاصصة السياسية المقيتة والتي أسسها الاحتلال منذ سنة 2003. تصريحات متكررة سابقة كان آخرها قبل شهر تقريبا، وعد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بأن يعود سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى قيمته الرسمية التي حددها البنك المركزي العراقي خلال أسبوع، ولكن للأسف شيئا من هذا الأمر لم يحصل، والشارع العراقي يتساءل: هل يعقل أن العراق لا توجد فيه عقول ولا توجد فيه كفاءات أو أصحاب تخصصات علمية ومهنية لإدارة المؤسسات الحكومية غير هؤلاء الفاشلين والفاسدين الذين دمروا الحرث والنسل من أجل مصالحهم ومنافعهم الدنيئة الخاصة؟ وبمثل هذا الحال، وبعد أن أصبح الفرد العراقي بين مطرقة ارتفاع سعر الدولار وسندان الفشل الحكومي في إدارة الأزمات المتواصلة، فلم يعد أمامه سوى الخيارات الوطنية وحقوقه الدستورية والقانونية للمطالبة بتغيير هذه الطبقة السياسية بالكامل ومحاسبة المفسدين منهم وفق القانون. وإلى موقع شفق نيوز ومقال للكاتب ماجد زيدان بعنوان طباعة المناهج أزمة تتجدد كل عام. في تصريحات متكررة لوزارة التربية قبل أسابيع، أعلنت أنها أكملت طباعة المناهج المدرسية وسوف تجهز الطلبة بها في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، غير أننا سمعنا جعجعة دون طحم وشاهدنا ازدحام الأهالي أمام مكتبات الاستنساخ وشكواهم وتذمرهم من عدم توزيع المناهج المقررة واضطرارهم إلى استنساخها. مشكورة وزارة التربية تفضلت بتوفيرها إلكترونيا لكي يتم سحبها وطباعتها وبيعها للمواطنين أو شراؤها من الأرصفة. يكلف الاستنساخ لمجموعة الكتب للدراسة الابتدائية بحدود 30,000 دينار، ناهيك عن القرطاسية التي هبت النار في أسعارها لتكوي جيوب ذوي الطلبة ولتزيد من كلفة ومأساة التعليم. ولم تسهم إعلانات وزارة التربية بأنها ستنتهي من الطباعة خلال أيام مبتلعة ما كانت تزعمه، إن هذا العبء الاقتصادي الذي يضاف على كاهل العائلة يدفع بعضها إلى عدم إرسال أبنائها إلى المدارس، وبالتالي زيادة نسبة المتسربين منها أو تشغيلهم في الورش والأعمال الهامشية في الشوارع لسد متطلبات الدراسة، وبالتالي على حساب مستواهم الدراسي. لا يمكن الحديث عن عملية تربوية من دون مناهج مقررة مطبوعة بكتب دراسية متوفرة للدارسين وبين أيديهم. الآن تجهيز الكتب المدرسية وصل 55% حسب وزارة التربية. ونقرأ في صحيفة البصائر مقالا بعنوان 20 عاما من مخطط استئصال الثقافة الوطنية في العراق للكاتب أيمن العاني، يقول فيه: شكل غزو العراق واحتلاله جريمة حرب عدوانية نكراء،
استندت على تلفيقات تبينت حقيقة كذبها للجميع. ولم يكن من أهداف الحرب تحرير البلد كما زعمت واشنطن ولندن حينها، بل كان الهدف من غزو العراق تدمير حاضره ومصادرة مستقبله ونهب ثرواته ومحو تاريخه وكسر إرادة شعبه وتغييبه عن حاضنته العربية وعن محيطه الإقليمي. ولم تكتفي الولايات المتحدة بغزو واحتلال البلد عسكريا، بل تعدى ذلك الغزو ليشمل مختلف معانيه، ولا سيما الغزو الثقافي والفكري، وما يترتب على ذلك من مخاطر ونتائج كارثية على مستوى الفرد والمجتمع. تضمن مخطط استئصال الثقافة الوطنية في العراق ما بعد الغزو الأمريكي مراحل عديدة جرى وما يزال يجري تنفيذها في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة، منها زرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد لسنين، وقتل المدنيين الآمنين لإيهام العراقيين أنهم يقتلون بعضهم بعضا، وتفجير المراقد والكنائس والمساجد لتحطيم الفسيفساء التي تميز العراق، وغيرها الكثير الكثير من المخططات اللئيمة. وها نحن اليوم بعد كل ما مضى نرفع هذا الشعار جميعا معربين عن أخوتنا واستحالة زرع الفرقة بيننا، فموتوا بغيظكم فهذا الشعب لن يتمزق. وعلى الرغم من الاستهداف المتواصل والمتنوع لجيل الشباب العراقي من الذين ولدوا بعد الاحتلال من شتى القوى الإقليمية والدولية، تارة عبر تجهيله وتارة أخرى عبر إفقاره وأخرى عبر استئصال ثقافته لسلخه من وطنه، وسط الاتهامات التي تطاله بشأن التمرد والتطرف والطائفية والعرقية وتنوع أساليب الترويع والقتل والاستهداف التي مورست بحق هذا الجيل، وعلى الرغم من التضحيات العظيمة التي قدمها الشباب الواعي. وإلى موقع الجزيرة نت ومقال للكاتب منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق يقول فيه: رسالة إلى أصحاب القرار الغربيين، أنتم تشجعون دولة احتلال يقودها نظام عنصري يميني متطرف نحو مزيد من العنف الذي سيقود نحو حرب أبدية لن تنتهي إلا بكارثة على الجميع. أنتم بهذه السياسة التي تكيل بمكيالين بخصوص الحق في الحرية والحياة والاستقلال والأمان، تزرعون وتشجعون على الكراهية بين الشعوب العربية الإسلامية وبين الشعوب الغربية. ويضيف الكاتب: أنتم لا تضعفون فقط مشروع ديمقراطة العالم العربي، ونحن نعرف أن هذا آخر مشاغلكم، وإنما تضعفون ديمقراطيتكم نفسها. ستؤدي سياستكم غير المسؤولة لتقوية اليمين المتطرف عندكم، وهو ألد أعداء الديمقراطية. أي ديمقراطية تموهون بها علينا وربما حتى على أنفسكم؟ ديمقراطية إسرائيل؟ هذه الديمقراطية التي تغطي بغطاء قيمي كاذب على الاحتلال والأبرتهايد، ديمقراطية الأنظمة الغربية التي تدعم مثل هذه الدولة وأصبحت تجرم الرأي الحر وحق التظاهر لكل من يحتج على جرائمها. هذه الأنظمة التي أفاقت على بربريتنا يوم 7 أكتوبر وترفض التساؤل عن أسبابها. الديمقراطية ككل هذا النظام الذي يتحكم فيه الإعلام الفاسد والمال الفاسد والشركات الكبرى، والذي جلب لنا مزيدا من الفوضى بعد ما تسمونه الربيع العربي، وكان كارثة على أهلنا في سوريا واليمن والعراق والسودان. الديمقراطيون العرب في أحسن الأحوال كمشة من السذج والمغفلين، وفي أسوأ الأحوال عملاء مهمتهم نشر بضاعة فاسدة لتجار محتالين ولا هدف لها إلا ضرب مقومات ثقافتنا العربية الإسلامية. والخلاصة في أذهان ملايين الشبان، وأدعو الله أن أكون مخطئاً، لا ديمقراطية ولا هم يحزنون. السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، لا حل غير الجهاد. فهؤلاء المنافقون الغربيون لا يمارسون ولا يفهمون إلا لغة القوة.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز نتائج تحليل شارك فيه عدد من مراسليها حول الصاروخ الذي قالت إسرائيل إن جماعة فلسطينية أطلقته على المستشفى الأهلي العربي المعمداني وقتل 500 شخص كانوا يحتمون داخله. وأشارت إلى أن الفيديو الذي استخدم كثيراً لا يسلط الضوء على ما حدث، وقالت إن شريط فيديو يظهر مقذوفاً صاروخياً يخترق سماء غزة المظلمة وينفجر في الهواء لاحقاً، ثم يسمع صوت انفجار على الأرض، وأصبحت لقطة الصورة المستخدمة دليلاً في وقت حاول فيه الإسرائيليون والأمريكيون إثبات أن قذيفة صاروخية فلسطينية طائشة حادت عن هدفها وانفجرت في السماء ووقعت على الأرض هي سبب الانفجار في المستشفى، إلا أن التحليل المفصل الذي قامت به نيويورك تايمز توصل إلى أن لقطات الفيديو التي التقطتها قناة الجزيرة في بثها الحي ليلة 17 من تشرين الأول أكتوبر تظهر شيئاً مختلفاً. تحليل نيويورك تايمز توصل لنتيجة أن الصاروخ لم يكن قريباً من المستشفى وانطلق من إسرائيل وليس من غزة، ويبدو أنه انفجر فوق الحدود بين إسرائيل وغزة وعلى بعد ميلين من المستشفى. ولتتبع الجسم في السماء وصولاً إلى إسرائيل، قامت نيويورك تايمز بمزامنة لقطات الجزيرة مع لقطات فيديو التقطت في نفس الوقت، بما فيها لقطات من القناة 12 الإسرائيلية وكاميرا CCTV في تل أبيب، حيث تقدم لقطات الفيديو رؤية للصاروخ من الشمال والشرق والغرب. وباستخدام صور أقمار اصطناعية لتحديد نقطة الانطلاق، توصلت الصحيفة إلى أن القذيفة أطلقت من نحى العوز باتجاه غزة وقبل فترة قصيرة من انفجار المستشفى، وتطابقت النتيجة مع نتائج أبحاث على الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت لقطات الفيديو للقذيفة التي التقطتها الجزيرة أنها جاءت بعد وابل من الصواريخ الفلسطينية التي قيمها المسؤولون الإسرائيليون واعتبروها مسؤولة عن الانفجار. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من الأفضل، تصارع أكفهم قسوة الحياة، هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين، لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. دعاوى قضائية ضد شركة ميتا بسبب تأثيرها السلبي على الصحة النفسية للأطفال والشباب. قدمت عشرات الولايات الأمريكية دعاوى قضائية ضد شركة ميتا بلاتفورمز ووحدة انستغرام التابعة لها، متهمة إياها بأنها تسببت في حدوث أزمة للشباب
من خلال التأثير على صحتهم العقلية والنفسية، وذلك بدفعهم إلى إدمان منصات التواصل الاجتماعي. وفي شكوى قدمت، قال ممثلو الادعاء العام في 33 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك إن شركة ميتا التي تدير أيضاً فيسبوك ضللت الجمهور مراراً وتكراراً بشأن مخاطر منصاتها، ودفعت الأطفال الصغار والمراهقين عن قصد إلى الاستخدام القهري المسبب للإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي. وجاء في الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، سخرت شركة ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم في نهاية المطاف، دافعها هو الربح. والآن نتابع معكم مشاهدينا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أثرت كتير علينا، نقص الدعم، يعني وقت بيدعمونا منحسن نعيش، بس أما وقت ما في دعم منصير منتحايل على الحياة مشان نحسن نعيش ونعيش أطفالنا. نقص التمويل الأممي أدى بشكل مباشر لتقليص الخدمات والبرامج مثل المأوى وتوفير الغذاء وتوفير المياه والرعاية الصحية. بالفترة الأخيرة اضطرينا لأننا نخدم الحالات الأكثر حاجة والأكثر إلحاح، مع العلم أنيتو كل الناس المتواجدة في الشمال السوري هي حالات وكل الناس بتعرف هذا الشيء. بالنسبة لنا عم نحاول بشتى الوسائل نيتنا نأمن متبرعين خاصين من الناس المغتربين متواجدين خارج القطر لتأمين وسد احتياجات الناس المتواجدة في الشمال السوري. وإلى هنا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.